رجعنا لكم مرة تانية وصلنا معاكم دلوقتي لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. كتير من الناس ما عندهمش معلومة انه الافراط في استخدام السكر بيسبب امراض كتير جدا. ايه هي الامراض اللي ممكن تصيب الجسم؟ على سبيل المثال مثلا عندنا امراض المفاصل، السرطان، امراض القلب، امراض الكبد، الفشل الكلوي والسمنة. ومن هنا السكر بيأثر على هرمونات الجسم بما في ذلك هرمون اللبتين المسؤول عن تقليل الشهية واللي بيخلي الشخص يأكل زيادة عن حاجته من الأكل، وبيحصل تحويل لشكل الجسم ويفضل الجسم فيه زيادة مفرطة، وهي اللي بتكون السبب في فتح أكتر من 46 باب من الأمراض. عشان كده هنتكلم النهاردة باستفاضة أكتر مع دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز. برحب بيك يا دكتور. أهلا منورنا. بنورك يا حبيبة قلبي. النهاردة شياكة إيه؟ لميت شعري بقى النهاردة. أحلى. حد قال لك قبل كده شبه سيلينا جوميز؟ كتير قوي بس شبهها بشكل شبهها قوي. كذا حد قال لي بس لما كنت اصغر، يعني فرق بيني وبينها سنين كتيره جدا. مش الكلام ده، الكلام ده. عايزين نبتدي من اضرار السكر والسكر الابيض تحديدا. نتكلم عنها. السكر يا هند ليه اضرار كبيره جدا. انا على طول بقول يا جماعه نوقف السكر الابيض لازم. السكر مهم للطاقه، الجلوكوز مهم للطاقه، بس احنا كل اكلنا فيه سكر. يعني الفواكه اللي بناخدها فيها سكر، الحلويات فيها سكر، المعلبات فيها سكر، البسكوت فيها، كل حاجة فيها سكر. فما يبقاش كل السكر ده وكمان نحط كل مرة معلقتين سكر على الشاي والقهوة، لا معلقتين سكر لا. فالسكر مهم للطاقة، مهم لكده، بس لازم within limits. لو هتكلم عن أضرار السكر لا تعد ولا تحصى، أولا من أهم الأسباب الرئيسية للزيادة في الوزن ومخاطر السمنة حول العالم هو السكر الأبيض ده. أول حاجة. تاني حاجة زي ما قلت يا هند برضو ويا أميرة، موضوع الكبد بيتأثر لما باكل سكريات كتير، بيبقى عرضة للكبد الدهني، عرضة لأمراض القلب. ليه؟ لأن الاستهلاك والإفراط الشديد في السكريات والسكر الأبيض بيعلي لي الدهون الثلاثية في الدم. يمكن ناس فاكرة أن الدهون الثلاثية نتيجة الفاتس. لا، أنا كنت فاكرة كده. لا، الدهون الثلاثية بتعلى بسبب الحلويات والسكريات. الكوليسترول أو ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار بيعلى بسبب الفاتس، الدهون الغير صحية. فيمكن ناس كتير كانت فاكرة زيك برضو هند إن الدهون هي اللي بتعلي الدهون الثلاثية. لا، السكريات هي اللي بتعلي الدهون الثلاثية، وأول ما الدهون الثلاثية تعلى بيبتدي بقى أمراض القلب وأمراض الضغط ويوي. عملوا دراسات على الناس اللي بتخش في مراحل اكتئاب بياكلوا سكريات كتير جدا. على عكس ما الناس تقول لك انا لما اتضايق اكل سكر عشان افك. لا لا، ياكلوا سكريات كتير بتلاقيهم داخلين في مرحله اكتئاب. وخلي بالك هتلاقي اي بنت بتاكل سكريات كتير وشها بيتغير، بيطفي. ايوه بيطفي. صح. ويبتدي يطلع لها حبوب. بتبتدي بشرتها تبقى دهنيه اكتر، لان انا بقول هو بيعلي الدهون الثلاثيه، فتلاقي وشها كله محب. فلا، السكر الابيض مش حلو خالص. حلو. يعني مرض السمنه بقى مرض العصر وطبعا بيسبب امراض كتير. ازاي اقدر اتخلص من السمنه ولكن بطرق سليمه امنه من غير ما اتبهدل واخس واعمل شعري يقع وكل الكلام ده؟ صح. من 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 اهم اسباب السمنه اول حاجه الشهيه العاليه. فلازم اتكلم ازاي نقدر نتحكم في الشهيه بتاعتنا، مش نمنحها تماما، لان الاكل متع حلال. فلازم ان احنا ناكل، بس يعني السلوجان على طول بقوله وكلوا واشربوا ولا تصرفوا، ناكل بالراحه. يبقى لازم اتحكم في الشهيه رقم واحد. تاني حاجه لازم اتحكم او اعلي معدلات الحرق. فهعمل ايه في القصه دي؟ شركه بايو ناتشرال انتجت وطرحت كورس رائع اسمه كورس بيستا، من اهم الكورسات اللي طرحت في عالم التخسيس ومن اقوى من اقواهم. لان كورس بيستا اولا ما بيشتغلش على السنترال نيرفس سيستم، ما بيشتغلش على المخ. فما ينفعش ان انا ابقى عايزه اخس والاقي نفسي طول الوقت اخد منتجات تعصبني، تدخلني في مرحله جفاف ما نامش. لا، الكورس اللي انا شايفاه على الشاشه دلوقتي هو كورس مكوناته طبيعيه، اعشاب، الياف، قهوه خضراء، فيتامين د. ده هيطلع هديه من الشركه، هتكلم عليه قد ايه مهم. هتكلم على اول منتج عندي في الكورس اللي هو بيستا.
بيستا من احسن المنتجات لانقاص الوزن، لان بيستا اولا مرخص وزارة الصحه المصريه، ودي حاجه مهمه جدا طبعًا. ان احنا ناخد حاجات مرخصه من الجهات المختصه. تاني حاجه هو عباره عن الياف، انا بقول على طول عايزه اخس لازم اخد الياف، لان الالياف هي اللي بتشبعني وهي اللي بتاخد حيز في المعده. فانا هستخدم بيستا ازاي؟ بحطه على كوبايه ميه كبيره، هو كيس وطعمه تفاح، فمش محتاجه ان انا ولا احط سكر ولا اي حاجه. لو عايزه احطه على لبن يبقى لبن خالي الدسم اكيد. فبدوبه كويس قوي واشربه قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه، 2 ساشت في اليوم. لو انا متعوده اكل كتير قوي بالليل هيبقى ساشت بالليل قبل العشاء، على الغداء ساشت قبل الغداء بنص ساعه. ده هيعمل ايه؟ الالياف اللي داخل بيستا من قشور السيليوم، من القمح، من الشوفان، بتعمل حيز في المعده. فبدل ما انا اجي باكل كل الحاجات دي، مهمه قوي طبعا الاسينشال نيوتريانتس، يعني على طول بقول مع هتكلم على بيستا طبعا دلوقتي، بس على طول بقول مفيش دايت يا جماعه، كل دايت مختلف عن التاني. ده مهم جدا. الدايت اللي يحرمني من الثلاثه اسينشال نيوتريانتس، الثلاثه الماكرو اللي هم الكبار الجسم بيحتاجهم بكميات، لو في دايت حرمني منهم ما عملوش. من اهمهم اول حاجه البروتين، النشويات والدهون الصحيه، مهمه قوي يوميا. هي الفكره في الكميات. الناس تقول لك لا انا همنع دهون خالص ولا همنع كارب خالص. همنع دهون خالص هيحصل لخبطه في الهرمونات رهيبه. امنع الدهون المتحوله الترانس فاتس، امنع الدهون اللي هي البانيهات، قللها، المقالي، السكريات بتتقلب دهون، ده لكن الدهون الصحيه ما ينفعش امنعها. جسمي محتاج دهون صحيه، هي الفكره في الكميه. الدهون الصحيه مهمه لتكوين الهرمونات، مهمه لضبط حراره الجسم. الدهون الصحيه ممكن اقول كمان مهمه جدا جدا للمخ وحاجات وكل اعضائي، لكن الكميات تبقى بسيطه زي زيت الزيتون، الافوكادو، الدهون الصحيه والمكسرات، وامتصاص كمان بعض الفيتامينات. فيتامينات، برافو عليكي يا هند، اللي هي الديكا. ايوه صح. الدي والاي والكي، من غير دهون صحيه ما اقدرش، الفيتامينات دي لن تمتص. ارجع لبيستا، بيستا عباره عن الالياف، الكروميوم. الكروميوم مهم لضبط مستوى السكر في الدم وضبط مستوى الكوليسترول، ومعانا فيتامين سي. ده اول منتج في الكورس. حلو. جت اميره قالت لي طيب احنا كده هنخس، الناس خايفه البنات شعرها يقع، الطاقه بتاعتنا، بشرتنا، ما يحصل، ما يبانش ان احنا بنخس ووشنا تعبان، احنا عايزين نخس نبقى حلوين، لكن اخس عامله كده لا. شركه بايوناتشرال طرحت الب مالتي فيت، في معظم الفيتامينات، طبعا ما فيش حاجه اسمها كل الفيتامينات، في معظم الفيتامينات المهمه جدا للاستهلاك اليومي، ومهمه لحاجات كتيره جدا، مهمه قوي لمناعتي، مهمه وانا خس تفضل مناعتي كويسه. من اهم الفيتامينات المسؤوله عن المناعه داخل البا مالتي فيت، طبعا انا شايفه على الشاشه الكومباينيشن الرائع بين بيستا والبا مالتي فيت، وبقول طبعا اكيد للساده المشاهدين ان شركه بايوناتشرال هي الوكيل الحصري لكورس بيستا. بنقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه طبعا. عندنا فريق طبي بيتواصل مع مريض السمنه او مريضه السمنه. حد يقول لي لا هو السمنه مش مرض، في ناس يقول لك لا ليه يا دينا بتقولي مريض السمنه، لا هو السمنه مرض طبعا صح. وبيسمى في الطب دلوقتي ان السمنه مرض الامراض، ابو الامراض كلها طبعا، فمحدش يقول ان السمنه مش مرض، لا مرض. لطلب الكورس هنتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. الاخصائيين الغذائيين او الدكاتره بيتابعوا الحاله كل اسبوع فور فري طبعا. وعندنا اكيد كمان صفحه على الفيسبوك اسمها باي بيستا، بنقدر نستفسر عن المنتجات او حتى نطلب الكورس. مع الكورس زي ما انا قلت طبعا، هي دي الصفحه بتاعتنا. مع الكورس زي ما دي انستجرام، دي فيسبوك، دي فيسبوك بالظبط. مع الكورس الب مالتي في طبعا انا قلت في فيتامين سي، في زنك، في كل عائله فيتامين ب كلها، ودخلوا كمان الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي، احنا كستات لازم كل يوم ناكل حاجات فيها كالسيوم. اوكي لازم. اكتر من الرجاله طبعا، نسبه الستات اكتر. لازم ناكل حاجات فيها كالسيوم، البيض بقى واللبن والحاجات، الجبن اللي مش من اصل نباتي، اللي مش من اصل نباتي. جبنه القريش يعني مثلا، القريش رائعه. رائعه فيها أنا بروتين كتير، بروتين انا بالظبط. الجبنه اللي من اصل نباتي الناس بتفتكر ان ايه، الله دي اصل نباتي صحيه، لا فعلا لا لا
تبقى جبنه مهدرجه اصلا بيبقى فيها زيوت مش صحيه. وقياسا على ده الدهون اللي هي مثلا زي الزبده النباتي او الزيت اي حاجه بالاصل نباتي لا احبذها مش لذيذ. اخش على البلدي عارف هو ده السمنه البلدي السمنه البلدي السمنه الفلاحي احسن كتير كتير كتير. وكمان مع الكورس هيطلع احنا معانا بس فيديو دكتور. اوكي نروح نشوف. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي اي عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما يعني. الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه. كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. نسيجة مبهرة، بني آدمة غير البني آدمة واحدة تانية. هي مامتها يعني شكلها قبل، خلي بالك الزيادة في الوزن بتزود السنين كتيرة جدا. وبتعرض لاكتئاب، ويعني أي واحدة عندها زيادة في الوزن تخس هتلاقي طول الوقت أنا عايزة أبقى في الشقة، أخرج أجي، حركتها بتبقى خفيفة يعني. طبعا دي حقيقة وبتظهر فعلا في السن. طيب طبعا. من المشاكل اللي بتقابل أي حد عايز يخس بشكل سليم وصحي قلة الحرق. دي مشكله بتبقى فظيعه، تلاقي الحرق كده مهما تعملي دايت واقفه ستوك عند حته معينه مش عارفه تنزلي. حلها ايه؟ حلها ان احنا ممكن ناخد حاجات مكملات غذائيه مرخصه ومفيده وملهاش اي اعراض جانبيه. من اهم الحاجات اللي بتحرق عندي القهوه الخضراء والشاي الاخضر. احنا عارفين يعني ان القهوه الخضراء والشاي الاخضر بيحرقوا جدا، ما بناخدش منه غير مره عشان اصحاب الضغط المرتفع ما ينفعش ياخدوا اكتر من كده. احنا عندنا في شركه بايو ناتشرال عندنا الجرين كوفي رائع للحرق، وخلي بالك القهوه بتسد النفس سنك دي حقيقه، بتقلل شهيه جدا يعني. فعندي الجرين كوفي كمان مع الكورس، ودخله الجرين تي ودخله الجارسينيا. هاخد من الجرين كوفي قد ايه؟ هو قرص واحد بس في اليوم. أوكي. عشان يزود لي معدل الحرق. وكمان هيطلع مع الكورس هديه كويسه قوي بتزود معدل الحرق، الناس مش عارفه الموضوع ده. فيتامين د، مايسترو الجسم الفيتامين د، ده فيتامين الشمس. اوكي. فيتامين د من اهم الفيتامينات على وجه الارض. واحنا في مصر ما بنتعرضش للشمس كتير وبنخاف، لا بشرتي هتحرق. مش انا احنا بنعمل كده في الجنة. بجد مهم يعني، بس بتعملي كده بس حاطه سان سكرين ان شاء الله هحاول احط السان بلوك عشان اعمل كده بالظبط. كل احنا يمكن معظمنا كستات عندنا مشكله في قصه فيتامين د، و بنكسل نروح نعمل التحاليل. مظبوط. نيجي لا نعمل تحاليل نلاقي اقل. انا يعني يمكن انا من 5 سنين كنت فيتامين د عندي كان 6. لا 6 ده قليل جدا تخيلي. يعني صح اللي هو باب النجار مخلع اللي هو انا اللي بتكلم على وقت الاقي 6 عندي. كنت حاسه بايه بقى؟ كنت حاسه مود سوينجز، مش مبسوطه خالص. شعري ده كله كان بيقع. تعبانه، وحللت الدم وحللت كسوله، كسلانه جدا مش قادره اعمل حاجه. لا وفي حاجه مهمه برضو انا عرفتها برضو من حضرتك الحلقه اللي فاتت، ان لما ما بنخسش دي جديده دي. الواحد لما بيخسش ما بيعرفش ينام كويس. صح. بيبقى عنده نقص فيتامين دي. من 6-7 سنين كنت يعني اضخم من كده كتير والله. يعني تخيلي انا على طول ليه بتكلم على السكر يا هند؟ لان انا ما كانش عندي مونيتور للسكر، كنت باكل اي حاجه براحتك. براحتي. اوكي. جاي كومبليكيشنز رهيبه من نقص فيتامين د، من مستوى السكر عندي عالي في الدم، وحاجات كانت رهيبه. لما غيرت اللايف ستايل بتاعتي حياتي كلها اتغيرت طبعا كلها. فعلى طول بقول عايزين نهتم بصحتنا، وبقول هيلث از ويلث. الصحه هي الثروه مش في الفلوس. بالظبط. لا الثروه هي الصحه، هي دي الثروة الحقيقية. لما غيرت اللايف ستايل بتاع حياتي كلها اتبدلت الحقيقة. طبعا. فيتامين د بيطلع هدية من شركة بايو ناتشرال. هناخده ازاي؟
لما قلت يا أميرة إن إحنا ناخده مع دهون صحية. أي أكلة بقى بناكل سلطة معلقة زيت زيتون خلاص أنا كده في دهون صحية فباخد فيتامين د معاه. أوكي حلو قوي. إحنا عندنا شوية أسئلة من السوشيال ميديا شوية مشاكل. خلينا نبتدي مثلا بهالة بتقول إن هي عندها 33 سنة وزنها 130 كيلو عندها سكر وضغط وللأسف ما خلفتش بسبب زيادة وزنها ومش عارفه تعمل دايت ولا قادره تروح لدكتور تخسيس. موضوع السمنه مسبب ليا اكتئاب عايزه انزل 80 كيلو. ده رقم كبير قوي. رقم كبير جدا جدا جدا. بقولها ما تكتئبش. يعني انا كنت تخينه جدا وخسيت وما فيش اي مشكله وطول ما في حياه لازم نتقدم. يعني ما فيش اي مشكله ما فيش اكتئاب. عندك سكر يبقى رقم واحد روشتة الدكتور ومعاها لازم تخسي. ما فيش هزار مع السكر. لازم اخس. بطمنها ان شركه بايوناتشرال مقدمه لها كورس امن هيبقى ليها جدا. هتاخد من بيستا 2 ساشت في اليوم، هتاخد من الب مالتي فيت قرص واحد بعد الفطار مش بالليل. المغنيسيوم بس اللي بتاخد بالليل لو هي بتاخد مغنيسيوم عشان بيعمل مصر ريلاكسنت. وهتاخد من جرين كوفي هو قرص واحد عشان عندها ضغط ما يعلاش عليها فهو قرص واحد بس. وهتاخد فيتامين د هيبقى مهم جدا ليها ويا ريت تحلل فيتامين د كمان مهم. هتاخد منه قرص مع الوجبه اللي فيها دهون صحيه. هتتكلمي عن طريق الارقام الظاهره على الشاشه. هتلاقي فريق طبي بيتابع معها الحاله كل اسبوع وهتلاقي نفسها بتخس. وبعد ما تخس شويه مش هقولها من دلوقتي تنزل تعمل رياضه، انا كده بقضي عليها. هتخس مع بيستا بالظبط. هتخس مع بيستا كام كيلو حلوين كده وهي بتكمل في بيستا لازم المشي على الاقل على الاقل عشان تظبط مستوى السكر في الدم وتظبط مستوى الكوليسترول في الدم وتظبط الحاله النفسيه. خلي بالك المشي بيعلي لي الاندورفينز وبيعلي لي هرمون السعاده. يعني دي حقيقه دي حقيقه. الرجاله برضو ليهم نصيب معانا عايزين يخسوا. معانا محمد علي سني 41 سنه بعاني من سمنه مفرطه وزني 134 كيلو عايز انزل في الوزن لاني بعاني من مشاكل في القلب بسبب السمنه. طبعا هو القلب بيتاثر جدا. يا ريت لو بيتفرج علينا ارقام شركه بايوناتشرال موجوده على الشاشه. هنتكلم على الارقام. الدكاتره الموجودين هيتابعوا الحاله. وزي ما انا قلت خلي بالك كمان هو الدكاتره ليه مهمين عشان لازم لما بيجي مريض السمنه لازم الدكتور حاجه اسمها وي هاف تو اسك. لازم نعرف اللايف ستايل ازاي. هل انت بتاكل بالليل اكتر بتاكل عشان نعرف ندي الكورس صح. هل انت طبيعه شغلتك ايه. انت قاعد على طول في مكتب ولا بتنزل. كل الحاجات دي لازم بيتعمل لها يعني كل بني ادم ليه بلان مختلف خالص. مفيش حاجه اسمها يمكن حتى حاجه عايزه اقولها كمان مفيش حاجه اسمها لو انا بروح لدكتور تغذيه واخدت دايت ادير صاحبتي اوزعه لا الكلام ده مش صح خالص. فكل مريض سمنه ليه الستايل بتاعه وليه البروتوكول بتاعه غير التاني اكيد يعني. مظبوط يا دكتور. يعني والله احنا بنستفيد منك جدا يعني بجد. احنا بنستنى فقره الاستشاره الطبيه دي بس علشان ناخد شويه تيبس كده نطبقها والجمهور كمان يطبقها. احنا بنشكرك جدا جدا يا دكتور ومنورانا دايما في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. بنشكرك بنشكركم جدا مشاهدينا ويا رب تكونوا استفدتوا زي ما احنا استفدنا. وخلي بالكم من صحتكم زي ما الدكتور بتقول لكم. السمنه حاجه مش كويسه خالص. كل واحد يخاف على صحته ويهتم بوزنه. استنونا بكره في حلقه جديده ان شاء الله فقرات جديده. باي.